السيد نداء كبيرا عظيما، يقول: لا تظنون يا سادة أني أوجه اللوم والنقد طوال الوقت للمخالفين لنا في المنهج، لا تظنون هذا، وأن ننقد إخواننا السلفية المعاصرة طوال الوقت ونكرههم ونريد أن نقضي عليهم، هذا ليس صحيحا. إنما نقصد الحق أينما كان وكيفما كان، بدليل أننا نوجه النقد واللوم أيضا على من يوافقوننا في المنهج ويحدثون فيه أمورا ليست منهم. فسيدنا السيد كان كبيرا في مجال الرقي الروحي والوجداني، كان متصوفا بمعنى الكلمة، كان متصوفا، يعني أنا كنت، يقول: أنا كنت أنتقد الوهابية والمخالفين لنا في المنهج في تقسيمهم للبدعة إلى دينية ودنيوية، فلا تظنون أني أرفع السيف في وجه إخواننا طوال الوقت، ليس هذا هو الهدف. الهدف أن أقول للباطل الذي عندهم إنه باطل، وللحق الذي عندهم إنه حق، وللباطل الذي عندنا إنه، وللحق الذي عندنا إنه. فالمقصود أن نجتمع على الحق وأن ننفي الباطل الذي عندنا وعندهم. أقم دليلا على هذا الكلام الخطير يا مولانا. والحقيقة هذا النفس، هذه التربية التي يجب أن يتربى عليها طلاب العلم في كل زمان. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. ليس القصد أننا جماعة وهم جماعة ويجب أن ننتصر بباطلنا وحقنا، خطأ. يجب أن ننتصر جميعا للجماعة، ولا ننتصر جميعا للحق كان معنا أو معهم؟ للحق كان معنا أو معهم، صحيح؟ كان الشافعي رضي الله عنه يقول: ما نظرت أحدا على الغلبة، ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على يده هو، لأن الهدف هو الحق، ولا الهدف أن أشعر بنشوة النصر. كثير من الطلاب يظنون أننا سنقرأ مفاهيم يجب أن تصحح فسننتصر للتصوف بغبشه وصحيحه، هذا غير صحيح. أنا لا أنتصر للتصوف بما فيه من خطأ وما فيه من صواب، بل نحاول أن ننفي الخطأ وأن نظهر الصواب. الحق هو المقصود. ما الدليل على هذا الكلام الخطير الذي تقول وعلى هذا المنهج الذي تدعو إليه؟ أن يصرخ مولانا السيد فيقول: دعوة أئمة التصوف إلى العمل بالشريعة. يعني هناك من المتصوفة من حادوا عن الشريعة وأخطأوا، نقول لهم: أخطأتم ولا كافر مبتدع، ستذهبون إلى جهنم، أنتم في النار ونحن الفرقة الناجية؟ هل يصح هذا؟ هذا هو النفس الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رجل، كاد رسول الله أن يصلي صلاة الجنازة على أكبر منافق في المدينة، صلى عليه الجنازة ولا لا؟ إلى أن نزل قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يجمع ولا يفرق. الآن العنوان الذي يشهد لهذا المعنى الخطير الذي يا ليته ينتشر في عقول كل طالب علم الشريعة، يا ليت كل من تلبس بفهم هذا الدين يتحرك من هذا النفس. أبرز الحق الذي عند من خالفك في المنهج، وأبرز الخطأ الذي عند من وافقك في المنهج. لماذا؟ لأننا نريد جميعا أن نجتمع على الحق. فهمتم؟ إذن ماذا يقول سيدنا السيد؟ يقول: دعوة أئمة التصوف إلى العمل بإيه؟ ثم يقول مولانا سيدنا السيد رحمة الله عليه: التصوف ذلك المظلوم المتهم. ذلك الإيه؟ من الذي ظلمه يا سادة؟ لا، ليس الجاهل فقط. تخيلي يا بنيتي أن التصوف ظلمه الجاهلون به، وظلمه بعض معتنقيه. والله، بل كثير من معتنقيه. خلينا نتكلم بصراحة، هل عندنا مشكلة في هذا؟ هل يوجد من انتسب للتصوف فأساء إلى التصوف؟ يوجد ولا لا يوجد؟ كثير. إذن لما يقول المظلوم المتهم، من ظلمه؟ محبوه وأعداؤه على السواء. طيب ماذا يحدث يا مولانا؟ ماذا تريد أن تقول؟ قليل من ينصفه، تعالوا لننصفه يا مشايخ. قال: بل بلغت الجرأة وال، لم أسمع، بل بلغت الجراءة والوقاحة ببعضهم أنه جعله من صفات الذم والقطح التي
تسقط بها الشهادة وتزول بها العدالة، فيقول فلان ليس بثقة ولا يقبل خبره. لماذا؟ لأنه صوفي. هذا بجم الذي يقول هذا الكلام. تخيلوا، أو والله بعض الناس، أنا رأيت أحدهم في شاشة فضائية، يعني سامحوني، يعني الشيء بالشيء يذكر، فقالت، اتصلت عليه بنية صغيرة من بناتنا، قالت يا شيخنا خطيب ابنتي، خطيبي، البنت تقول، الولد الذي خطبني للزواج إذا جلس عندنا وضعنا الطعام بعد أن نأكل الطعام يقول الفاتحة، فأهل البيت جميعا يقرؤون الفاتحة، فإذا ما جلس وأردنا ننصرف نقول الفاتحة بالمغفرة والسماح، الفاتحة، يقرؤون الفاتحة، وهو ولد شاب محترم متعلم ويصلي وكل شيء. فالشيخ في الشاشة قال لها يا بنيتي هذا الولد صوفي؟ قالت ربما. قال افسخي خطوبتك منه الآن، فهذا مبتدع ومن أهل النار، عشان هو يقول الفاتحة. تخيلوا، جعلوا المتصوفة ماذا؟ تهمة. جعلوا التصوف إيش؟ فظلموا التصوف ولا لم يظلموه؟ ظلموه ظلما بينا. والعجيب الغريب، يلا بينا اقرأوا معي يا شباب، أنتم لما تنامون؟ والعجيب الغريب أننا نرى بعض هؤلاء الذين يذمون التصوف ويحاربون أهله ويناصبونهم العداء، نرى بعض هؤلاء المنكرين يفعل ما يفعل المتصوف، ها، ويقول ما يقول عن التصوف، ثم لا يستحي على وجهه حينما ينقل كلام أئمة هؤلاء الأئمة من الصوفية في خطبه وكلامه على منابر الجمعة وكرسي الدروس، فيقول بكل بجاحة ووقاحة قال الفضيل بن عياض. طب الفضيل بن عياض ده من أئمة الصوفية، ثم أنت تنقل كلامه وتستشهد به؟ أنت البعيد ما عندكش حياء، كيف تشتمه وتشتم منهجه ثم تستشهد بكلامه؟ يقول قال الفضيل بن عياض، ويقول قال الجنيد، وقال الحسن البصري، وقال سهل التستري، وقال المحاسب، وقال بشر الحافي، وهؤلاء من أئمة التصوف وأقطابه وأركانه وقواعده وبنيانه، وكتب التصوف مشحونة بأقوالهم وأخبارهم ومناقبهم وشمائلهم. فلا أدري أهو جهل أم تجاهل، وعمى أم تعام، أو استهبال، ممكن يكون استهبال في الآخر. والله أنا أحكي لكم حكاية لطيفة جدا، صلوا على النبي. لا أدري إذا ما كان يعني من الصحيح أن نصرح بهذه الأسماء أم لا، لكن وقف أستاذ في جامعة من جامعات المهتمة بالمنهج الوهابي، فكتب على السبورة، تعرفون السبورة؟ تعرفونها؟ ها؟ كتب، وقد قسم السبورة قسمين، كتب هنا الشيخ عبد الحليم محمود، وكتب تحته الشيخ محمد متولي الشعراء، ثم كتب في شطر السبورة الآخر ابن باز، وتحته ابن عثيمين. فالآن في نصف السبورة من ومن؟ شعراوي عبد الحليم محمود. مين عبد الحليم محمود؟ شيخ الأزهر الأسبق شعراوي، تعرفون الشعراوي. وفي القسم الثاني ابن باز ابن عثيمين، ثم كتب تحت ابن باز وابن عثيمين كلاما، ثم كتب تحت الشعراوي وعبد الحليم محمود كلاما آخر. فقال الطلاب الحاضرون هذا الكلام باطل مردود، وهو كلام الزنادقة ولا نقبله، الذي مكتوب تحت من ومن؟ شعراء عبد الحليم محمود. ثم قالوا أما هذا الكلام فموافق عين الشريعة، فموافق، وهو من السنة، وهو فهم سلف الأمة، فمدحوا هذا القول وذموا هذا القول. الطلاب، تخيل الجهل إلى أي مدى. ثم راحوا يصرفون في مدح هذا وفي ذم هذا، وهو الشيخ يترك لهم المجال يعني ليسبوا ويشتموا في هذا القول وليمدحوا ويقدسوا هذا القول. فلما أسرفوا في الكلام قال حسبكم يا شباب، نقطة نظام، هذا القول قول هؤلاء وهذا القول قول هؤلاء، فهمتم؟ فقال لهم الذي زممتموه وشتمتموه وسببتموه وانتقصتموه هو قول ابن باز وابن عثيمين، والذي مدحتموه وأسرفتم في مدحه هو قول الشعراء بن علي محمود. ماذا كانت نتيجة هذه الفعلة الشنعاء؟ المفروض أن يحدث ماذا؟ أن يرجعوا للحق، صحيح؟
ولكنهم أنهوا تعاقده في الجامعة وعاد إلى بلده في اليوم الثاني مباشرة. رأيتم جنون أكثر من هذا؟ جنون. أنا خطيب جمعة يا مشايخ، كنت أخطب في مسجد جله من هؤلاء القوم الأحباب، أحبابنا الذين يفهمون فهما ناقصا، كنت أنقل كلام الفضيل بن عياض دون أن أقول هذا كلام الفضيل بن عياض، وآتي بكلام الجنيد دون أن أقول هذا كلام الجنيد، وكثيرا ما تكلمت بكلام دكتور عبد الحليم محمود في الدروس وهم يجلسون يسمعون، وفي الخطب ولا أقول عبد الحليم محمود، فيثنون على الفهم، يقولون هذا فهم سلف الأمة، هذا هو الدين، هذه ينقصك اللحية تكون من أئمة المسلمين. والله هذا كان يحدث، أقسم بالله هذا كان يحدث. فأقول لأحدهم مرة: فأعجبتك هذه الجملة؟ يقول: رائعة. قلت له: هذه كلمة عبد الحليم محمود. يقول: لا لا لا، فهم مغلوط مغلوط مغلوط. كيف من قليل كانت كأنها قرآن، الآن أصبحت مغلوط مغلوط؟ فالتعصب يا مشايخ يفرق الأمة ولا يجمعها، هذا هو الخطر العظيم. يقول: هذا بجح، هذا عنده بجاحة، يعني هذا عنده سوء حياء، ليس عنده حياء أصلا، الذي يسب التصوف ثم ينقل في كتبه ومحاضراته ودروسه كلام أئمة التصوف. واضح يا مشايخ؟ قال: وقد أحببت أن أنقل كلام أئمة الدين الذين هم أركان التصوف ورجاله، أردت أن أنقل كلامهم عن الشريعة الإسلامية لنعرف موقفهم الحقيقي، لأن الواجب أن نعرف الشخص عن الشخص نفسه، لا نعرفه من كلام الناس عليه، إنما نعرفه من كلامه هو عن نفسه. فالإنسان هو خير من يتحدث عن رأيه، وأوثق من يظهر وما يظهر. سيدنا السيد أراد أن يقول أيضا: يا جماعة لا تظنون أننا نقسم البدعة إلى لغوية وشرعية، أن أئمة التصوف لا يدعون الناس إلى العمل بالشريعة، الناس أئمة التصوف يدعون الناس إلى العمل بالشريعة ولا لا؟ بل على العكس، شيوخنا في التصوف يقولون: من ضيع الأصول حرم الوصول. حرم الإيش؟ الوصول. من ضيع الأصول لا يعرف أن يسير في الطريق، صحيح؟ فالمتصوفة يدعون الناس إلى العمل بالشريعة ولا لا؟ فأبرز الحق الذي عند من يوافقك في المنهج، وأبرز الحق عند من يخالفك في المنهج. فالقصد كل القصد أن نجتمع جميعا على ماذا؟ على الحق. كأنها رسالة أنا أرسلها لهؤلاء الأحباب الذين يخالفوننا في المنهج: تعالوا لنرى أئمة التصوف يدعون الناس إلى الشريعة ولا يدعون الناس إلى البدعة؟ ها، شيوخكم يدعون الناس إلى البدعة؟ ها، لا يوجد هذا، صحيح؟ فاسمع الشواهد. قال الإمام الجنيد، أهو الذي ماذا تسمونه الإمام الجنيد بن محمد، سيد الطائفة، سيد الطائفة، هذا الإمام الذي تفرع منه بعد ذلك مدارس التصوف إلى يومنا هذا، الإمام الجنيد بن محمد الزجاج رحمة الله عليه. قال الإمام الجنيد رضي الله عنه، اسمع يا سيدي، ها: الطرق كلها مسدودة عن الخلق، الطرق إلى الله يعني كلها مسدودة عن الخلق، إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، لأن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه وعلى المتقين وعلى المقتفين أثره والمتابعين. إذن الجنيد يدعو إلى الشريعة واقتفاء أثر النبي، ولا يدعو إلى البدعة والاختراع في الدين بما ليس منه؟ طيب هذا الجنيد جاء أبا يزيد البسطامي الذي يسبونه باسمه ثم ينقلون كلامه على المنابر، هذا شيء عجيب والله. أما أبو يزيد البسطامي فيقول: قدس سره. قال ذات يوم لأصحابه: قوموا أيها الكسالة، قوموا بنا حتى ننظر إلى ذلك الذي شهر نفسه بالولاية. اشتهر في زمانه رجل أنه ولي من أولياء الله الصالحين، فقال للتلاميذ البسطامي: تعالوا لنرى هذا الذي اشتهر بالولاية. قال: فمضينا فإذا الرجل قد قصد المسجد فرمى بزاقة نحو القبلة. هذا الذي اشتهر بالولاية رمى ماذا؟ بزاقة نحو الإيه؟ القبلة. فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال: هذا ليس بمأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه من مقامات الولاء الأولياء والصديقين؟ أسقطه من الولاية لأنه لم يتأدب بأدب من آداب رسول الله. فأي الناس أحرص على الشريعة، أئمة التصوف أم غيرهم؟ وهم الذين حرصوا على الشريعة كل الحرص، هم أئمة التصوف. هم من يا مشايخ؟
هم أئمة الصلاة. واضح؟ هذا أبو يزيد البسطامي. قال ذو النون المصري، ها؟ أيضا ذو النون المصري من أئمة الإيش؟ تصوف. مدار الكلام أربع، أقرأوا معي. مدار الكلام أربع: حب الجليل، الجليل يعني الله، وبغض القليل، واتباع التنزيل، وخوف التحويل، التحول عن الإيه؟ عن الخط المستقيم. قال: من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته. هذا كلام الجنيد، هذا كلام البسطامي، هذا كلام ذو النون المصري. فهل أئمة التصوف يدعون إلى الشريعة؟ ما رأيكم؟ فلما تسبونهم رمة واحدة؟ تقولون التصوف قال لها: يا ابنتي افسخي خطبتك منه فإنه متصوف. يعني إيه متصوف؟ يعني بعبع، يعني خارج عن الدين، يعني عشان متصوف؟ لا طبعا. أنت كأنك كنت تسرحين ولا لم تكوني موجودة ولا شيء، ما أدري. أنا قلت نظهر الحق الذي عند الموافقين للمنهج، صح؟ وقلت نبرز الباطل عند المنافقين للمنهج. فهناك من المتصوفة من ادعوا التصوف وأساؤه، مثل هذا الرجل الذي حكاه أبو البسطامي. هذا قال دعي بالولاية، يعني صوفي أهو، الناس كلها تقول الولي راح الولي جه. فلما رآه البسطامي قد أرسل البساقة في القبلة، ماذا فعل؟ أسقطه من الولاية، قال لا يصح أن يكون وليا. كل من كان مخالفا للشريعة ليس من التصوف في شيء. قاعدة: كل من كان مخالفا للشريعة ليس من التصوف في شيء، ليس من التصوف في شيء. وكل ما خالف الإسلام فليس من الإسلام في شيء. فإن قال أنا متصوف وخالف الشريعة ليس من تصوفا، كذاب قولا واحدا. وقال السري السقطي: التصوف اسم لثلاثة معان، وهو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة، ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله. الله أكبر. يدعون إلى الشريعة ولا لا يدعون إلى الشريعة؟ وقال أبو نصر بشر بن الحارث الحافي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا بشر، أتدري لما رفعك الله من بين أقرانك؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: باتباعك لسنتي، وخدمتك للصالحين، ونصيحتك لإخوانك، ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي، هذا هو الذي بلغك منازل الأبرار. ما هذا يا مشايخ؟ هذا لعمري من الدرر. قال أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي: لقد هممت أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساء، ثم قلت: كيف يجوز لي أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه فلم أسأله؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أم حائط. وقال أيضا: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأدائه الشريعة.